قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا كلنا نعلم فوائد التمر وليه فوائد عديدة يعني، إلا أن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت أن ليه فوائد لأمراض الجلدية والأمراض التناسلية. نعم، نعم، نعم. وكثير من الأمراض وأمراض الجهاز الهضمي. نعم، والعظام. نعم، نعم. فما رأي حضرتك في هذه الدراسات يا دكتور؟ الحقيقة هذه دراسات علمية يقينية اليوم، يعني أصبح لدينا يقين بأن التمر هو أفضل مادة غذائية تقريبا في الطبيعة. لماذا؟ إن الألياف الموجودة في التمر تعتبر من أفضل أنواع الألياف التي يمكن للإنسان أن يستهلكها. يعالج الإمساك، يعني مثلا منقوع التمر مع الماء هو علاج رائع لموضوع الإمساك الذي يعاني منه الكثيرون اليوم بسبب قلة الحركة وبسبب اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، أجهزة الجوال والإنترنت واللابتوب وغير ذلك. فأصبح لدينا أمراض كثيرة تتعلق بالجهاز الهضمي وعلى رأسها الإمساك. فكأس من منقوع التمر، يعني تضع حبات من التمر وتغمرها بالماء وتنتظر حتى صباح اليوم الثاني ثم تتناول، هذا يعني علاج طبيعي ولا يعني ليس له أعراض جانبية مثل الأدوية مثلا. التمر حتى إنه مفيد لمرضى السكري إذا تناوله الإنسان بإشراف طبيب وبضع حبات كل يوم، رغم أن في نسبة سكر. نعم، لأن السكر الموجود في التمر لا يؤذي ولا يسبب مشاكل لمريض السكري. والتمر فيه مواد، فيه فيتامينات، فيتامين سي وفيتامين دال وغير ذلك وفيتامين كاف، فيتامينات ضرورية لمريض السكري. فيه ألياف ضرورية لمريض السكري أيضا. إذن القضية ليست قضية السكر، أنك أنت أمام مادة غذائية فيها، وبالذات إذا استهلكت 7 حبات من التمر كل يوم سيكون هذا يعني يؤمن لك كمية تصل إلى 40% من احتياجات الجسم للألياف. والألياف ضرورية جدا اليوم، نحن فقدنا الألياف في غذائنا بسبب الوجبات السريعة والأغذية المصنعة التي تخلو من الألياف تقريبا. ولي أثر على أمراض العظام برضو، بيشفي من أمراض العظام دكتور؟ بالضبط. التمر فيه أيضا مواد مناسبة جدا لسلامة العظام، فيتامين دال، فيتامين إي، فيتامين كاف، فيه بوتاسيوم، فيه كالسيوم، ومن الأنواع التي يمتصها الجسم عكس الأدوية. يعني أنت عندما تأخذ حبة دواء ملوش أي سايد إفكت الحمد لله، لا تعطي، يعني الجسم قد لا يمتص هذه المواد المصنعة، ولكن التمر يمتص الجسم ويستفيد من هذه المواد الموجودة في التمر. كذلك هناك دراسة غريبة الحقيقة اطلعت عليها مؤخرا تؤكد أن التمر مناسب جدا لعلاج الوزن الزائد، يعني هو مناسب لمن يحب أن يقوم بحمية أيضا. وفوائد كثيرة سبحان الله، يعني أكثر من أن تحصى ما شاء الله. دكتور، القرآن الكريم والسنة النبوية هل ذكر هذه الفوائد صراحة؟ طبعا القرآن الكريم يعني قال سبحانه وتعالى عن طعام أهل الجنة، عن الجنتين في سورة الرحمن: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهناك باحث اكتشف أيضا علاجا لأمراض القلب من هذه المواد الثلاثة: عصير الفاكهة وعصير الرمان مع بضع حبات من التمر، وقال هذه المواد تحوي مضادات أكسدة رائعة جدا يحتاجها الجسم، وبالتالي هو علاج لأمراض القلب، يقوي القلب. سبحان الله، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أحاديث كثيرة عن التمر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر. وفي حديث آخر: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر.
إذن هذه الأحاديث تؤكد أهمية هذه المادة. وهناك حديث أيضا نعرفه جميعا: من تصبح بسبع تمرات عجوة كل يوم لم يضره أو لم يضره سم ولا سحر. وبالمناسبة اكتشف العلماء حديثا في دراسة أجريت عام 2017 على ما أعتقد، هذه الدراسة تؤكد أن نوى التمر، نويات التمر أو بذور التمر هذه، يصنع منها مواد لعلاج التلوث والتسمم في البيئة. سبحان الله. كذلك هناك بحث يؤكد أن التمر يمكن استخدامه كعلاج للتسمم، وبخاصة التسمم الكحولي الذي يتناول كمية من الدخان والخمور والمخدرات وغير ذلك. يعطونه كمية من التمور يستهلكها فتعالج هذه التسممات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا دكتور عبد الدائم الكحيل على المعلومة الجميلة. بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان.